من هذا الوادي دخل الجيش الإسلامي بقيادة المصطفى عليه الصلاة والسلام في طريقهم إلى الغزوة اللي غيرت مجرى التاريخ، غزوة بدر. جعل المصطفى هذا الكثيب، كثيب الحنان، عن يمينه وسلك هذا الوادي، وادي الخشبي، وادي بدر، إذ أنتم بالعدوة الدنيا، هذه العدوة الدنيا، وهم بالعدوة القصوى في الناحية الأخرى قريش، والركب أسفل منكم. القافلة بقيادة أبو سفيان نجت ناحية البحر. وادي الخشبي أو وادي بدر يصوب ويلتقي مع وادي يسمى يليل، عند التقاء الواديين حدثت المعركة. من هذه الناحية قدم جيش قريش بقيادة أبو جهل يأزهم الشيطان أزا، ومن هذه الناحية قدم جيش المصطفى عليه الصلاة والسلام. وعلى هذه الأرض تغير التاريخ إلى الأبد، أرض معركة بدر، أرض الكرامات والبطولات. هنا قتل أبو جهل، وقتل عتبة، وقتل شيبة، وقتل رؤوس الكفر. هنا نزلت الملائكة، هنا نزل جبريل على ثناياها النقع كما يصفه نبينا الكريم. لا يزال إلى اليوم يحمل هذا الاسم، وبني بإشارة، العريش بني بإشارة من الصحابة حروفها من نور. كل واحد من هذه الأسماء له موقف بطولي في المعركة. مثلا واحد من هذه الأسماء حارثة بن سراقة قتل بسهم غريب، سهم غريب لا يعرف من اللي رماه. فلما علمت أمه بذلك جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابني قتل بسهم غريب، أهو في الجنة؟ أهو في الجنة فتعزى، أم في النار فأبكي؟ قال لها: يا أم حارثة، أي